في مملكة الحيوان قانون البقاء الأهم هو اقتل أو تقتل. باستخدام بعض من أكثر الاستراتيجيات رعباً والأسلحة القاتلة، تستخدم هذه المفترسات آلياتها الحيوانية القاتلة لتكون مميتة بحق. في المجاري المائية لصحراء جنوب أفريقيا يعيش أحد أكثر الحيوانات المميتة على وجه الأرض، فرس النهر. تقضي أفراس النهر معظم وقتها في الماء أو قربه بمجموعات كبيرة. أفراس النهر حيوانات إقليمية للغاية، ويمكن أن تصبح عدوانية جداً عند تعرضها للتهديد. هذه الحيوانات ثقيلة الوزن، تسيطر بسهولة تحت الماء وفوقه، ويعرف عنها قتلها لكل ما يعترض طريقها من الحيوانات وحتى من البشر. يمكن لفرس النهر أن ينمو ليصبح بطول 5 أمتار وبوزن 4 أطنان. يتسلح بأنياب مرعبة وفكين هائلين، يفتحهما بعرض يفوق جميع الثدييات الأرضية. إنها جاهزة للمعركة، وهو يستخدم أسناناً حادة بطول 30 سنتيمتراً في عروض الشراسة والهجمات الدفاعية. يمكن لهذه الأسلحة العملاقة أن تحدث جراحاً مدمرة، حتى التماسيح تسحق حتى الموت في فكوكها القوية. تستفز أفراس النهر بسهولة بغريزة حماية مناطقها، ما يدفعها للهجوم المباشر، ولا تستثني حتى أبناء جنسها. ذكر يافع يتحرك للتخلص من منافس عجوز ومريض، يقتحم منطقة الذكر العجوز يستخدم الذكر اليافع أسنانه الحادة ليقتلع ذيل منافسه، يغرز أسنانه في جلده. الندوب واضحة، وبالكاد يقاوم الذكر العجوز. يجرحه الذكر اليافع ويعضه باستخدام قواطعه العملاقة. الذكر العجوز في منافسة غير متكافئة، ويضعف مع كل عضة. يستسلم بعد حوالي 45 دقيقة. من أسنانه المرعبة إلى هجماته الخاطفة، لا يحتاج هذا المفترس الخطير أي تعريف. التمساح. حيوان أصلي في كل من أفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكيتين. يمكن أن ينمو التمساح ليبلغ 6 أمتار من الطول، ويزن 900 كيلوغرام تقريباً. يختبئ تحت سطح الماء وينتظر فريسته، ثم ينقض من تحت الماء مهاجماً. حين تعلق الفريسة بين فكيه المميتين، لا مجال للهرب. لذا يفضل عدم الاقتراب من حافة الماء بوجود تمساح جائع في الجوار. حيوان أبوسوم يبحث عن وجبته التالية، لكنه اختار الوقت الخطأ للبحث عن أراضٍ جديدة للأكل.
مستمتعاً بجهله، يقترب الأبوسوم أكثر. باستخدام مهارة نصب الكمين، يدرس التمساح هدفه، يحوم تحت سطح الماء. ينتظر لحظة الهجوم بصبر. يشعر الأبوسوم بالخطر، لكن بعد فوات الأوان بقوة عض تبلغ 1360 كيلوغرام في السنتيمتر المربع، أصبح موته محتماً. يغلق التمساح فكيه الهائلين بإحكام، فيسحق الأبوسوم حتى يبتلعه بالكامل. حالما يهضمه، يختفي التمساح دون أثر، وذلك حتى موعد صيده التالي. في الجانب الآخر من العالم، في منطقة أستراليا الشمالية، ينسل تمساح المياه المالحة. خلال موسم الأمطار، تنجذب أشكال جديدة من الحياة إلى حافة الماء. يلعب البط والإوز لعبة أرقام ببقائه بين الحشود. هذه أرض مثالية للبحث عن الطعام. بالنسبة لهذه المفترسات الرفيعة، كل شيء مستباح، مثل قريباتها تستعد تماسيح المياه المالحة للكمين، حيث تقترب من الفريسة تحت السطح.